هادي لا دات بي ال سي ديالها تاريخ نهاية الصلاحية ديالها لو 25 اليوم رانا لو 22 قعدت لها 3 ايام لازم تسيبارا هادي كيتبع كيفاش هادي زعما غدوة يبيعها غير غدوة لازم حال المواد اللي تكون قريب تنتهي الصلاحية ديالها تسيب لها حل متخليهاش لو 2 مارس دو بواط ولا دو بواط كيف صح كي على بالك دو بواط علاش ما تلفتهمش؟ هاي سي معقد. تما نخلط الجديد مع القديم. انا كل واحد كبيره كان دو بواط برك. بصح دو بواط علاش ما تلفتهمش اخويا من لو 3 لو 2 مارس. لو 2 مارس 22 يوم اللي ماتت هذه.